حاجه كنبغي نتقدم بالشكر لقناه شوف تي في اللي كتستجب لينا الطلبات ديالنا من اجل رفع الصوت ديالنا وايصال الصوت ديالنا الراي العام والمسؤولين على مدينه القنيطره. وبهذه المناسبه هذه حنا كنتواجدوا فوق دار الرسم العقاري 2511/R، حيث تم سنه 2008 واكرر سنه 2008 تم عقد شراكه عن طريق مجلس الوصاية ووزارة الفلاحة والوكالة الحضارية، عقد شراكة ما بين الجامعة السلالية ولاد وجيه ومجموعة الإقليم القنيطرة حول مشروع تجزئة من أجل تسليم 810 البقاع للمستفيدين ذوي الحقوق. هذا إيجابي تمر في أحسن الظروف. سنة 2014 السلطات المحلية سلمتنا شواهد إدارية ديال البقاع ديالنا باش ضمننا الحق ديالنا. هذا إيجابي وجميل جدا. منذ سنة 2014 ونحن ننتظر هذا المشروع من أجل خروج الوجود. هذا المشروع هذا وقعت عليه لجنة المشاريع الكبرى، وقعت عليه الوكالة الحضارية، رخصت عليه البلدية، ولكن لما كيوصل عند الكادستر كيتبلوكا. وبهذه المناسبة هذه فقد راسلنا جميع السلطات المختصة بإقليم قنيطرة بما فيها السيد العامل مع الاجتماعات اللي درنا، راسلنا الرئيس الأول إقليم قنيطرة، درنا معاه اجتماعات مطولة، درنا اجتماعات مع السيد المدير العام، يعطينا أملا على أن تجزئة تخرج للوجود. فيما نقوم بشكاية أو باجتماع تعطينا أمل. هذا المشروع هذا باش نوضحوا الرأي العام على أنه غادي كيمشي مشية السلحفات، ولما كيوصل عند الكاداستر كيتبلوسكا. دونك تعاد دار المرسيمو الأول، ودار المرسيمو الثاني، ودار المرسيمو الثالث، ودابا الثالث، ودابا في بوكاج. الكاداستر كيريفيزي وما كيقبلش يوقع على هاد المحضر هذا. ما هي الاسباب؟ الكادستر او رئيس مصلحه الطوبوغرافي هو المسؤول على هاد الشيء هذا وعلى عدم الامضاء ديالو. حنا كجماعه سلاليه ومن خلال شوف تيفي نتقدم ونتوسل للسيد عامل اقليم قنيطره باش يلقى لنا واحد الحل لهذا المشروع الكبير اللي هو البوابه او المدخل ديال مدينه قنيطره. هاد المشروع هذا اللي يسمح لنا بالنسبة لنا احنا شبه منعدم، لأنه لا يعقل من 2018 ل 2021 ونحن لا نشم رائحة هذا المشروع أنه يخرج للوجود.